هي عين وصابتك يا اخويا، انا عارفاها هي عين. دماغي وجسمي بيوجعوني من الضرب اللي ادهولي في اول فرحه. احي يامه، ده مش بس كده، دول كسروا الدجاج على نافوخي كمان، ده انا ما لحقتش افرح بيه. ان شاء الله يتكسروا عظمهم كده يتفشفش تحت قطر. منهم لله منهم لله، ما كل ده من تحت راسك انتي. مش وقته يا سلطان. مش وقته؟ بتقولي مش وقته؟ انت عايزاني اعديها كده على الطلاق بالثلاثه، لخلي سكان الحاره دي كلها يسمعوا المغرب ويناموا. مش ابن المعلم سلطان اللي اتحط في راسه البن ده كله. اعمل اللي تعمله يا سلطان، ماشي؟ المهم دلوقتي طمني على ابني. انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا عايز دي جي جديد. يعني امك يا اخويا بكره الصبح هجيبهولك، وحياتك بكره الصبح اللي اجيبهولك. انسي انت وهو، ما تديش عود، ما فيش شيء جديد. لا في شيء جديد بقى يا سلطان. على الطلاق بالثلاثه ما فيش شيء جديد. لا في شيء جديد يا سلطان. انت بتتحدينا جواهر؟ سميها زي ما تسميها يا سلطان. طب على الطلاق بالثلاثه امتى طالع؟